الهدف ديالنا اليوم هو البحث على ثلاثه ديال النقاط اللي تعطلات علينا مازال ما لقيناهاش. الشوط الاول نوعا ما كان تكافؤ ما بينه وبين حسينيه اكادير، كان بعض الفرص للخصم اللي قدرنا انه نحدوا منها، كذلك تاحوا لنا بعض الفرص اللي مازال لحد الساعه عندنا مشكل ديال النجاعه. الشوط الثاني فحاولنا ما امكن انه نرفعوا الايقاع اكثر، وهذا اللي تمكنا منه بعض التغييرات، قدرنا انه نخلقوا مساحات اكثر، قدرنا انه نخلقوا فرص اكثر. مالوروزمون باقين كيف قلت لك النجاعه، انه ما قدرناش انه نترجموا الفرص اللي تيجيونا للاهداف. جات البطاقه الحمراء اللي يمكن ما اثرت بشكل سلبي علينا، مي الحمد لله شفنا انه فريق حسنيه اكادير ما استغلش هذا الطرد هذا، بالعكس كنا حنا كان بامكاننا نسجلوا، لانه الوقت اللي لعبنا ب 10 ما تخلقاتش ضدنا فرص كثيره، بالعكس حنا اللي خلقنا فرص. مي مالوروزمون النجاعه خانتنا، ما علينا الا نزيدوا نجتهدوا، الا نزيدوا نخدموا، نعاودوا نسترجعوا اللاعبين اللي مره اخرى مصابين، اللاعبين اللي مره اخرى موقوفين، لانه كيف سبق لي وصرحت فمنذ التحاقي فريق الفتح الرباطي عمري ما لعبت بمجموعه متكامله، فنتمنى المباريات المقبله ان شاء الله يرجعوا لنا اللاعبين.